هل بالنسبة لصلاة الضحى هل تصلى جماعة أم لا؟ الجواب بأن عندنا قاعدة، وهي أن صلاة النافلة عموما تجوز فيها الجماعة، ولكن ليس على سبيل الاستمرار إلا صلاة التراويح لثبوت الأحاديث في ذلك. أما قيام الليل وأما صلاة النهار فلو صلاها جماعة أحيانا لا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك. فلو رجل في بيته أحب أن يصلي بزوجته وأولاده صلى، أو يصلي يعني من في البيت له ذلك، أو شخص في العمل يقول مرة خلونا نصلي مثلا جماعة فله ذلك، فله ذلك. وكان معروفا عند المتقدمين أنهم يصلون أحيانا. وأذكر في هذا المقام قصة لابن الجوزي ذكرها في صيد الخاضر، يقول دخلت مسجدا فإذا عابد من العباد، يعني عابد وليس بعالم، يصلي بجماعة صلاة الضحى جهرا، يصلي بهم جهر في المسجد، وهذه ستأتي مسألة الجهرية. فأنكرت عليه فقلت له لا تصلي لا ترفع صوتك، فغضب وقال تنكر علي، كلما دخل علي أحد أنكر علينا، هو يقول كلما دخل واحد أنكر عليه، فقال إنما نرفع أصواتنا حتى لا ننام، يقول حتى ما ننام. فقال له ومن قال لك لا تنام؟ نم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الإنسان إذا نعس أن ينام، وكان ينام عليه الصلاة والسلام. فالمقصود بأن يعني كان معروف بأنهم أحيانا يصلون الجماعة، لكن ليس على سبيل الاستمرار والديمومة، وهذه قاعدة ذكرها أبو العباس رحمة الله عليه. يبقى قضية الجهر بها، عندنا قاعدة بأن الصلوات النهارية فرضها ونفلها على السرية، يسر بها ولا يجهر بها، لا يجهر بصلاة الضحى، وإنما يسمع نفسه أو يحرك. فلو حرك شفتيه ولسانه ولو لم يسمع نفسه صح، جاز في أصح قول أهل العلم. ومن أهل العلم أن يشترط أن يسمع نفسه.